بالنسبة للدورة هي كيف احنا دائما كنهيئوا لها بكري وكنناقشوها في اللجان، كنناقشوها ماشي مناقشة هي تكون في نهار الدورة، وإنما المناقشة اللي كتكون قبل، شي إلا كانت شي حاجة كتصحح، إلا كانت شي حاجة كتأجل تأجل. المهم أنه كيكون واحد الاتفاق والتراضي وأخذ بعين الاعتبار جميع المقترحات ديال الإخوان الأعضاء، وتما كنخرجوا بواحد النتيجة باش نهار الدورة ما كنبقاوش شي جبد هوك وشي جبد هوك، كنكون عندنا واحد الاتفاق اللي ما فيه المصلحة للمواطنين. بالنسبة للمجلس الفترة ديال الوباء اللي كان جا عام في المملكة المغربية، جماعة بوسكورة قامت واحد المجهودات كبيرة، وراه الدليل على ذلك راه اليوتيوبات، راه التصاور كاينين، راه كلشي كاين، انه ما ريحناش. مجهودات اللي كانت تعقيم ديال الشوارع، تعقيم ديال الأزقة، تعقيم ديال البنايات الإدارية، لا من محافظة لا من ليبريغاد لا من القيادات البشوية، المركز الثقافي، لي سونتر دو سونتي، كلشي داكشي كنواكبو من التعقيم، وكندخلو كذلك في التعقيم ملي كتكون شي حالة ديال الوباء في شي دار، كيكون شي حد مرض بكورونا كندخلو كنعقمو الدار كلها باش على الأقل نخليو الأمن والسلامة عند المواطنين، الجيران ديالو، الناس اللي قراب ليه. بالنسبة للنقطة ديال إحداث شركة التنمية المحلية، هي في محلها وفي الوقت المناسب. حنا كنرحبوا بهذه الفكرة منذ أنه من تناقشات على صعيد العمالة، وبالنسبة لنا حنا كجماعة كنشوفوا أحسن ما يمكن نديروه هي هذه العملية ديال إحداث الشركة، وعلى أننا نخارطوا فيها ونساهموا فيها ونمشيوا على أساس المشاريع، لأن عندنا مشاريع كبيرة في بوسكورة اللي كاينة غادا تخرج دابا الوجود واللي جاية. فبالنسبة للجماعة حنا كنعرفوا كاين موظفين محدودين، كاين الطاقم اللي في القسم ديال الصفقات كذلك محدود، كاين اللي غادي يخرج تقاعد وما يمكنش نعوضوه حاليا، إذا هنا غنوليو أمام واحد المشكل. إحداث هذه الشركة جاء في وقتها المناسب، لأنه احنا مستعدين، عندنا البرمجة ديالنا، عندنا مشاريع اللي من غدا إن شاء الله يمكن لنا من تحدث هذه الشركة غادي نعطيوها مشروع جوج ثلاثة داكشي اللي بغات، وحنا من واحد الناحية غادي نكونوا مهنين، لأن هي اللي غادا دير الدراسات وباستشارة مع الجماعة، والسيد العامل راه هو الرئيس ديال هذه الشركة، اللي بطبيعة الحال كيكون واحد الدراسة قبل، واحد التوافق، شنو اللي يمكن يدار، شنو اللي ما يمكنش يدار، ومن بعد انه حتى بالنسبه للمراقبه غادي نكونوا حنا بعدا واحد حيدات عندنا واحد المسؤوليه كبيره، لانه الشركه هي اللي غتتحمل المسؤوليه ديالها، لا بالنسبه لانجازات الصفقه والتتبع ديالها وريسبسيون ديالها حتى كتسلمها للجماعه. حضرت الضوء داس في اجواء عاديه جدا، ورغم ان جدول الاعمال كان مكدسا 24 نقطه، إلا أنه بعد مدارسة هذه النقاط في اللجان ومشاركة جميع الأعضاء داخل المداولات داخل اللجان، معنى النقاط كانت مفهومة، كانت واضحة، ولذلك رأيتم الكيفية التي مرت بها الدورة من خلال تصويت بالإجماع على جميع النقاط المدرجة في هذه الدورة. أنا تنظن أنه النقاش حول شركة التنمية هو نقاش قدم منذ البداية، منذ التفكير، منذ أن كانت فكرة في الميثاق ديال 2002، كانت فكرة تنفيذها في 2008 رافقته مجموعة من الاحتجاجات، ومجموعة من المعارضات، ومجموعة من الآراء التي تفيد أن هذه شركة التنمية جاءت لتجعل المجالس مجرد مجالس شكلية، ولتقتنص أو لتحل محل المجالس المحلية. أنا كنعتقد أنه التجارب الآن اللي كاينة في المدن الكبرى والدار البيضاء نموذجا أثبتت أن بعض شركات التنمية ناجحة واستطاعت أن تحل كثيرا من المشاكل، ونحن نراهن، نحن جزء من الحل، نحن نرنو، نحن نرى أننا جزء من الحل ولسنا جزء من المشكل. نحن نراهن على أن شركات التنمية بإمكانها أن تحل كثيرا من المشاكل، عكس ما يروج الآن بالنسبة لشركات التنمية ديال النواصة، وهذا شيء لم نريد أن نتياه بالنسبة للدورة المناقشة، ولكن أقوله الآن أنه هذه شركة التنمية هي جاءت بإعاز أو لا بضغط من السيد العامل والمنتخبين سيصوتون عليها لأن هذه فترة انتخابية. أنا لا أفكر بهذه الطريقة. شركة التنمية
في المدن الضابطة أكادية، واحد المجموعة ديال المدن حلت كثير من المعضلات. كنعطي النموذج ديال شركة الدار البيضاء للتنمية، ما كانت لتحقق هاد التنمية الحضرية أو لهاد التهيئة الحضرية، ما كان لمجلس مدينة أن يحققه لولا شركات التنمية. إذا نحن إيجابيين ونحن نأمل أن تساهم شركة التنمية في حل كثير من المعضلات التي تعانيها المجالس، وهذه نعطي خاصة على مستوى الصفقات. الآن الصفقات، إحنا عندنا صفقات اللي هي سنة، ونحن غدوة ومجيئا ما بيننا وما بين المصالح ديال الوزارة المالية، عدل نقص دير هذه ما درتيش هذه. فكنظن أن شركة التنمية ستجيب على كثير من الإكراهات التي تعيشها هذه المجالس.